قبل اتحاد عنابة الشبيبة في عطلة، وعنابة كان محكوم عليها التنقل إلى تيزي وزولي لعباد المقابلة، وإلا لما تنقلت، لأن الأمور لا تعني لا الشبيبة ولا عنابة، كلاهما في عطلة. فعلا مجد، الشيء اللي نلاحظ في هذه الجولة هو أنه بعض المقابلات جرت بدون روح، لأنه بعض الأندية راهي في عطلة قبل الأوان يعني. ولكن في تيزي وزو كنت البارح حاضر، فيه مغالطة خاصة بعض الصحف كانوا كتبوا قالوا بلي الشبيبة تتواجد بالكونغو الديمقراطية للعب مقابلة العودة وهي حاضرة بتيزي وزو، وبالتالي الجمهور كان يظن بلي الشبيبة غادرت، هي كانت حاضرة بتيزي وزو وتعادلت مع اتحاد عنابة. ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو وأمام مدرجات شبه فارغة توحي ببداية العطلة عند بعض الأندية. شبيبة القبائل التي تفكر في مباراة العودة لكأس الكاف استضافت اتحاد عنابة، هذه الأخيرة فسحت المجال لبعض أواسطها للمشاركة مع الأكابر. البداية كانت بواسطة اللاعب جعفر من فئة الأواسط، قطفته اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس الدولي اليمين بغررة، ثم بالقائد يفتح وزفور يضيع. في هذا الشوط لم نشاهد أي شيء يذكر عدا هذه القذفة من عليم، بغررة يتصدى لها على مرحلتين، ثم موسوني كاد أن يفتح مجال التهديف، كرته مرت جانبية على مرمى الحارس عبد النوري، ثم بن حملات صاحب القذفات القوية بالرجل اليسرى يفتح، واللاعب مغراوي كرته فوق الإطار أيضا. لاعب عز الدين مغراوي سجل عودة قوية في الجولات الأخيرة. بداية الشوط الثاني موسوني في هذا العمل وسهلة بالنسبة لعبد النوري، ثم تأتي الدقيقة 20 بن حملات في هذه المخالفة وكرته مرت جانبية أيضا. في هذا الشوط شبيبة القبائل أظهرت أكثر قوة ولكن دون جدوى حتى الآن. تأتي الدقيقة 23، عمل جيد على الجهة اليسرى لموسوني، وقاسم حسين كعادته بالرأس يسجل الهدف الوحيد لشبيبة القبائل. قاسمي الأنيق بعد هذا الهدف تعرض لإصابة ونقل إلى المستشفى. ومن حسن حظ شبيبة القبائل أن إصابة حسين قاسمي كانت سليمة وسيكون جاهزا لمباراة العودة لكأس الكاف. اللحظات الأخيرة للمقابلة تميزت بضغط اتحاد عنابة، ونلعب الوقت بدل الضائع، انطلاق على الجهة اليمنى، عليم يفتح، واللاعب صيفي البديل يعدل النتيجة في الدقيقة 93، وهي نتيجة المباراة النهائية هدف لهدف في روح رياضية عالية. في هذه المقابلة الموالية بين مولودية الجزائر راهي في عطلة قبل الأوان يعني. ولكن في تيزي وزو كنت البارح مغالطة حاضر، فيه مغالطة خاصة بعض الصحف كانوا كتبوا قالوا بلي الشبيبة تتواجد بالكونغو الديمقراطية للعب مقابلة العودة وهي حاضرة بتيزي وزو، وبالتالي الجمهور كان يظن بلي الشبيبة غادرت، هي كانت حاضرة بتيزي وزو وتعادلت مع اتحاد عنابة. ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو وأمام مدرجات شبه فارغة توحي ببداية العطلة عند بعض الأندية. شبيبة القبائل التي قبل اتحاد عنابة الشبيبة في عطلة، وعنابة كان محكوم عليها التنقل إلى تيزي وزو للعب هذه المقابلة، وإلا لما تنقلت، لأن الأمور لا تعني لا الشبيبة ولا عنابة، كلاهما في عطلة. فعلا مجد، الشيء اللي نلاحظ في هذه الجولة هو أنه بعض المقابلات جرت بدون روح، لأنه بعض الأندية تأتي الدقيقة 20 بن حملات في هذه المخالفة وكرته مرت جانبية أيضا. في هذا الشوط شبيبة القبائل أظهرت أكثر قوة ولكن دون جدوى حتى الآن. تأتي الدقيقة 23، عمل جيد على الجهة اليسرى لموسوني، وقاسم حسين كعادته بالرأس يسجل الهدف الوحيد لشبيبة القبائل. قاسمي الأنيق بعد هذا الهدف تعرض لإصابة، ثم موسوني كاد أن يفتح مجال التهديف،
كرته مرت جانبية على مرمى الحارس عبد النوري، ثم بن حملات صاحب القدفات القوية بالرجل اليسرى يفتح، واللاعب مغراوي كرته فوق الإطار أيضا. لاعب عز الدين مغراوي سجل عودة قوية في الجولات الأخيرة. بداية الشوط الثاني موسوني في هذا العمل وسهلة بالنسبة لعبد النوري. ثم نفكر في مباراة العودة لكأس الكاف، استضافت اتحاد عنابة. هذه الأخيرة فسحت المجال لبعض أواسطها للمشاركة مع الأكابر. البداية كانت بواسطة اللاعب جعفر من فئة الأواسط، قذفته اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس الدولي اليمين بغررة، ثم بالقائد يفتح وزفور يضيع. في هذا الشوط لم نشاهد أي شيء يذكر عدا هذه القذفة من عليم، بغررة يتصدى لها على مرحلتين.